في اللحظه اللي انا مهما كنت ماشي، مهما كنت ماشي ليا 100 سنه في الطريق، في اللحظه اللي هقطم تاني من الثمره برضو هتتفتح عيني، ومش هيقدر المسيح يطلعني بره السجن. هي موضوع مركب شوية، ميقدرش يطلعني من القبر إلا أنا بقراري إن أنا أرفض أكل من الثمر. مهما أنا قلت موضوع الميلاد مش هينتهي، موضوع آدم عند الشجرة مش هينتهي، موضوع الصليب مش هينتهي. في حاجات كتير فعلا أنا ما قدرتش أقولها، صعبة، لأن هي بتبقى عند المرحلة اليوم الثالث بعد جهاد طويل. صحيح، المفروض أدي فكرة، في حاجات كتير المفروض أدي فكرة. مهما جهدت فترة طويلة لو قطمت من الثمرة تاني هرجع تاني زي الأول. فالمسيح يقول لي في الوقت ده أنا ما أضمنكش. ففي حاجات في إيد الإنسان باستمرار القرار ليه، زي قرار الأكل من الشجرة في البداية. ففي حاجات القرار هيستمر في يد الإنسان. لا، ما فيش حاجة تخوف، لأنه اللي اتبنى اتبنى، واللي اتزرع اتزرع، واللي نمى نمى. هي بتبقى زي واحد طالع على جبل، ودي المسيح وراها لي فروق وقلتها كتير. واحد طالع على جبل ليه 10 سنين بيطلع بديه خلاص يعني نم، أو زي طفل جنين عمال يكبر 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 في جسم الإنسان في بطن الأم، لا كبر. فهو وهو طلع جبل وقع في حفرة طولها متر مثلا أو مترين، الحفرة دي برضو في نفس المكان اللي هو وصل له، اللي نماه نماه مش هيتلاشى، البنى بنى، الغرس اللي بيزرعه ربنا ما يتقلعش، هو خلاص اتكون بيد الله. فدي لا، مش هيرجع تاني زي الأول، لا هيرجع زي الأول كإحساس في لحظات. هي الحكاية إيه؟ أنا إناء خزفي، والإناء خزفي عمره ما هيتغير. والفكرة دي يمكن محتاجة نستوقف عليها أكتر. مهما كان يوحنا عمدان والعذراء وأقدس القديسين، هيظل إناء خزفي. الإناء الخزفي ده طبيعته ميالة للسقوط وترابية، يعني طبيعة بشرية. والله جواه عمال يكبر يكبر، بس هو إناء خزفي. ما دي اللي أنا كنت في الأول بتخض جدا، النعمة تتشال مني، بسهو، بضعف، بشرب حاجة حلوة ولا باكل لقمة حلوة، لقيت حتة طماطماية باكلها ألاقي عينيا اتفتحت. مش عينيا اتفتحت هرجع من الصفر، لا، بعد يوم يومين بالكتير يعني. وساعات ربنا عشان يقدمني بيسيبني بالأسبوع، كأني طبعا أول مرة اترعبت، لكن أنا قلت خلاص أنا ضعت. لا، ما أنا واقع في حفرة في المكان اللي أنا وصلت فيه. ياريت كان حد قال لنا الكلام، هو ما حدش قال لنا حاجة بصراحة. كعمليا إزاي بنمو، عمليا النمو الجنين بيكبر إزاي، عمليا أوصل للكمال إزاي، أنا مش عارف هو إيه اللي بيتقال لنا. بيتقال لنا تلف حوالين الجبل وبس، بيتقال لنا تيجي خطية تتغفر الخطية، تيجي خطية تتغفر الخطية، تيجي خطية تتغفر الخطية، نخطي نروح لأبونا نعترف تتشال الخطية، نخطي وإحنا واقفين في أولى ابتدائي. طب فين النمو؟ كلمة غريبة. طب ومن النمو في العمق إزاي أدخل في العلو لنتقدم للكمال؟ آيات كتيرة، مش آية نقول مثلا صدفة، لا.
طب أخرجه الروح للبرية. النهاردة كنت لسه بتكلم مع أب كاهن كبير برضو، قلت له فين خروج للبرية عملي؟ فقال لي لا، عمليا فعلا كله معتمد على كله، كل واحد معتمد على أبونا أو على راهب أو على قديس أو على الأنبا أنطونيوس. ماشي تلاميذ الأنبا أنطونيوس، ما الأنبا أنطونيوس لوحده ما هو قادوا الله وإلاريا وأناسيمون وماكسيموس وديماديوس ويسوع الناصري نفسه الذي فيه كل البناء. فما فيش حاجة بتضيع، فيما الإنسان بينمو هو بيرتفع، هو بيطلع فوق الجبل، هو الجنين عمال ينمو ممكن يقف النمو. والدليل الكتاب بيقول عن العذارى الحكيمات من الأمثلة البسيطة نعسنا جميعهن ونمنا. حتى الحكيمات نعسوا وناموا وصار صراخ نصف الليل. في بستان الرهبان وسر القديسين اتكلموا كتير عن الموضوع ده، الفطور والدجر ونقعد يقعد الراجل يطلع فوق القلاية ويلف حوالين القلاية يمشي في الصحراء ورايح جاي رايح جاي. فده من حكمة ربنا عشان الإنسان ما يتكبرش في يوم من الأيام ويعتقد أنه شيء بيسيبه ربنا، لأن الذات أخطر من أي شيء والقلب أخدع من أي شيء. فكل شوية يسيبه علشان يشوف الحقيقة أنه أنا خزف، عشان الإنسان يطلع برا نفسه يقف قدام المراية يقول آه أنا أنا خزفي، عشان كل شوية يفكر نفسه آه أنا أنا خزفي أنا أنا خزفي، والإناء الخزف يظل زي ما هو. تالي اللي بينمو جوايا هو الجنين الطفل يسوع. نسي يقولها لنا أوريجانوس أساناسيوس، نسي يقولها لنا أكلوماند، نسي يقولها لنا رعاة البشرية، ده مش عذر. إن القصة بتاعت حادثة الميلاد دي قصتي أنا مش عذر، مفيش عذر. إن أنا جات لي البشارة إن هو بدأ ينمو جوايا ويتلازم مع يوحنا المعمدان فترة، وبعد كده يوحنا المعمدان تتقطع رقبته. يعني مهما كان ربنا سامح يبقى فيه كهنوت ماشي من كل حاجة، ما هيجي الراعي هيسيب كل حاجة مكانها. إلا عايز يعيش في العهد القديم طول حياته أهلا وسهلا، كل يوم قداس أحضر كل يوم قداس. عايز تعرف تنمو إزاي آه ماشي، إزاي تعيش كما في السماء، فيش في السماء قداس. والدليل يسوع الناصري ما عملش قداس كل يوم. كل ما أسألها الكاهن النهاردة كنت بسألها برضو الأب كاهن، قال لي ما غمضة يعني مش هكدب على روحي، لا ما جديدة علي، ما فكرناش ما ركزناش ما تسألناش وقفنا وقفة. هو اتسأل مش فاكر أب كاهن مشهور قوي في مصر واعز ما عارفش أبونا داود لمعي ولا، قال لا ما هو التلاميذ كانوا بيكسروا الخبز كل يوم. ايوه يسوع النصير، ايوه بيخسر الخبز كل يوم، واعمل قداس كل يوم وتسبيحه واعمل اللي انت عايزه كل يوم. لكن البناء المركب في مين الذي فيه كل البناء؟ يعني مين النموذج بتاعي؟ القانون اللي امشي عليه مين هو القانون؟ يسوع النصير. طيب بيقعد كان بيعمل كل كام القداس مع التلاميذ؟ ولا مره. العشاء الأخير دي مرة واحدة. طب ليه؟ ويعتزل في البراري ويطلع أبونا النهار امبارح بيقول لي عشان ما هو في التجلي. قلت له ماشي في التجلي خد ثلاثة من التلاميذ، يعني ده مش قانون عام. وكمان ما كانوش بيصلوا معاه، ده حتة كده. حتى في البستان بيقول لك على رمية حجر، يعني يا 5 متر يا 7 متر، انت لو مسكت الحجر ورميتها أقصاها 10 متر، يعني كده هو حتة كده منها بنتشجع ومنها ان هو برضو يظل مع الاب العريس والعروس. اتخني الملك لحجاله كل مجد ابنة الملك من الداخل، فيظل من الداخل. فما فيش حاجة بتضيع. الاناء خزفي هيظل اناء خزفي عشان ما يتكبرش، ودي طبعا نقطة الخطر. القلب اخدع من كل شيء، كل شوية اطلع برا نفسي اشوف ان انا خزفي، يعني اطمى تاني حتى بعد 20-30-40 سنة أطمى. ودي بتحصل لي يعني مرة كده في السنة، ما بكونش مشتهي حاجة، ده عندي هبوط مش عارف إيه أهو
طب نقطع طماطمايه يا رب عندي هبوط، انا بقع انا بقع، ما فيش حاجه اسمها بتقع. افسده قليلا ان لم تعرف ايتها الجميل، اخرج ورق اسان غنم وقرع، يعني شوف اللي قبليك، انظروا لنهايه سيرات، اتمثلوا. فمن ناحيه التمثل هم كانوا بيعملوا كده، بيفسدوه قليلا. فأفسده وفي نفس الوقت أبقى حريص جدا وحذر، وأعرف أن أنا الإناء الخزفي، أنا مش أنا اللي بتغير. معلومة جديدة، المسيح اللي جوايا هو اللي بتغير. فأنا زي ما يكون واحد بيتحول مؤشر من هنا شوية وهنا شوية، فأنا هأظل إناء خزفي، لكن المسيح اللي فيا كل شوية بينمو، بشرط أبقى حذر فوق الحذر وفوق كل التحفظ، أبقى متحفظ. فمن ضخامة الوهم، يعني إيه المشكلة الأكبر؟ الأكبر مش إن هي أكبر من الروح القدس أو أكبر من الله أو أكبر من المسيح اللي بينمو فيها، لا، اللي تأثيرها أكبر. إيه الكارثة اللي هي زي نقطة حبر لو نزلت في إبريق مية أو دورة مية أو حتى برميل كبير هيوسخه؟ فإيه الشيء الإفكت اللي هو اللي يؤثر التأثير الأقوى تأثيرا؟ نقطة سم لو نزلت في حمام سباحة هتسممه. فمن كتر ضخامة السم، ضخامة الموضوع وأهميته، اللي هو إيه؟ تأثير الوهم، اللي هو الناموس روحي أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية. طب ليه؟ إذ لست أعرف ما أنا أفعله. ليه؟ إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه. لست أعرف، أيوة، إيه الجنان اللي جوايا ده؟ إيه الجنان ده؟ لست أعرف ما أنا أفعله، أيوة، إيه السحر الماجيك المغناطيسي اللي يجعلني ويجعل القديس بولس هو اللي بيقول كده، لست أعرف ما أنا أفعله. موقفش عندها. ومن الأسئلة اللي حتى سألتها لابونا متى المسكين، قال لي لا خلاص احنا اتغيرنا، صار ولادة من فوق. قلت له الصراع ده كان في مجموعة من الرهبان قاعدين، كنا من حاجة 20 سنة. قال لي لا، ده بولس بيتكلم في اليوم اللي عرف المسيح. بقول أبونا في الآخر بيقول أشكر الله يسوع المسيح أن بجسدي بنفسي بخدم ناموس المسيح، ولكن بجسدي ما زلت أخدم ناموس. بيتكلم عن حدثين في وقت واحد بعد 15 سنة معرف المسيح. قال لي لا أنت فاهم غلط، هو بيتكلم في اليوم اللي عرف المسيح. فاهم غلط إزاي؟ هناك ناموس، بيقول فين هناك ناموس؟ ده بعد ما مشي فترة، ده بعد ما جاهد، ده بيقول أنا ما زلت، ويحي أنا الشقي ما بتدلش عن ماضي، الآن لست أنا. فسكت لما قلت له مكتوب الآن، وقلت له كذا أب راهب كبير، يعني قلت له مكتوب الآن لست أنا بل الخطية الساكنة فيا. ولخطورة الموضوع ما قالش آية عنها، ده قاعد فيها نص صحاح من خطورة الموضوع. يعني الموقف خد من السطر سطرين ثلاثة، ده من نص صحاح في رومية 7. فمش عارف أنا بعمل إيه الآن، ده في عدد 17. الآن لست بعد أنا، لما القديس بولس كتب رسالة روميا وهي ثالث رسالة يكتبها أو رابع رسالة تقريبا، كان عدى على معرفته للمسيح على الأقل 10 سنين. قال لي صحيح، قال لي روميا، وكتير قالوا لي كده فعلا روميا هي الرسالة الثالثة أو الرابعة. كويس، يعني عرف المسيح من كم سنة؟ من 10 سنين، وفي اللي قال من 15 وفي اللي قال 17 سنة، مش مهم، المهم بعد فترة على الأقل 10 سنين. ففي عدد 17 بيقول فالآن لست أفعل أنا. فإزاي حضرتك دي؟ قلتها لأبونا متى المسكين. طب إزاي حضرتك بتقول ده اليوم اللي عرف المسيح وتعمد فيه فحصل صراع؟ قلت له لا،
ده بيقول الآن ده يعني بعد ما اتعمد ب14 سنة الآن لست بعد أفعل ذلك. حتى رئيس الدير قالت لي فعلا احنا فعلا عمليا بنصارع لغاية الوقت. احنا لنا 30 سنة يعني داخلين في العمق ولسه في صراع. منطقيا هيظل الصراع، بل الخطية الساكنة فيا، فأني أعلم أن ليس ساكن فيا أي في جسدي الحزن اللي احنا فيه ده شيء صالح. الإرادة حاضرة، كلنا عايزين نمشي، كلنا عايزين ننمو ونستمر ومنقعش كويس، ولكن أن أفعل الحسنة اللي هي الإيجابيات الثمار لست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده. يعني اللي أنا فهمه مش قادر أعمله، النمو مش قادر، بل الشر الذي لست أريده بفعله. طب إزاي يعني أفعل هذا لست أنا ولكن الخطية الساكنة فيا؟ ده في عدد 20 في رومية 7، الخطية الساكنة فيا ده بعد ما عرف ربنا، إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنة إن الشر حاضر عندي، يعني على طول واقف لي كده هو. ويحي بتشير بالمضارع. أشكر الله يسوع المسيح إذ نفسي أنا بنفسي وبذهني، يعني بكامل إرادتي، بذهني بكامل إرادتي أخدم ناموس الله، ولكن بجسدي ما زلت أخدم ناموس الخطية، يعني عبد. فإزاي؟ لا خلاص احنا اتغيرنا وتحولنا. لا ده خداع، خداع. والدليل طب ما كنا بقينا كونوا كاملين نتقدم للكمال، كنا تقدمنا من الأول. فنمو المسيح الجنين هو اللي بينمو فيا دليل. اولا في كذا موضوع في النقطه دي، عمال ينمو فيا ان الانسان الخارجي يفنى والداخل يتجدد يوم بعد يوم، ففي حاجه بتحصل عكسيه طرديه. نمو يسوع الطفل جوه الروح بتاعتي، والروح القدس بينمو في الروح بتاعتي في المستودع بتاعي زي ما نمى في العذراء، والجسد يفنى. بس في شرط، طول ما انا بقاومه وأكثر قوة. والنقطة الأولى اللي كنا بنتكلم فيها، هننعس زي العذارى الحكيمات، نعسنا جماعة وهنفطر وممكن نقع عشان أطمع حتى لو ما اشتهتهاش. أنا بتكلم بكامل الصدق، لقمة عيش توست، واحد صديقي بيقول لي يعني معلش غير نوع العيش يعني توست، أنا ما اشتهتهوش بس طعمه حلو، اتفتحت عيني وتكررت الحكاية دي عشرات المرات العشر سنين اللي فات، وما كنتش مشتهيها بس ما كانش فيه ميل للأكل، فقلت أهو أشرب عصير طماطم. ما فيش ميل للأكل، ما فيش ميل للشهوة نفسها. فقلت ربنا يعني أنا يعني إيه أنتحر يعني ولا إيه ده؟ ده إيه ده؟ إيه تتفتح عيني دي يعني؟ فاللي فيه حاجة أهم. أهم من استمرار نموك إنك تعرف الحقيقة المصيبة اللي جواك، ده أهم بكتير من إن استمر تنمو. ما احنا ما أنا ما أنا اللي بنمو جواك، لأن الخزف مش بينمو. طبعا أنا مش بنمو، الجسد ما بينموش، ما فيش مجال لنمو الخزف، لنمو التراب. التراب يعني ينمو التراب، ما فيش حاجة بتنمو غير روح الله. ما ليه ربنا مديني إحساس إن الشجر أو الخشب أو الكرسي أو الدولاب أو أي حاجة ده نبات نما بروح الله، ده عمل الله، حاجة بتنمو. الخشب ده معجزة، حاجة نمت بفعل قوة روح الله، بفعل عمل روحه. فأنا الإناء الخزفي مش أكتر. أقدس القديسين زي ما العذراء قالت لي أنا ما تكبرتش لأني كنت واقفة في النور وقدام المرآة فشايفة التراب وشايفة الإناء الخزفي. اللي بينمو جوايا مش أنا، مش أكثر من تراب. اللي بينمو جوايا هو المسيح. أنت شايف المسيح اللي فيا. فخوف ربنا من احنا نتكبر أهم بكتير جدا من أن أقعد أنمو أنمو أنمو. ماشي، بدل ما أعيش 60 سنة أو 100 يديني عمر 200. ايه يعني؟ ما انا كل ما اقوله يا رب ضعف فتره طويله ونفسيتي تعبت، قال لي طب شوف اخنوخ
بعدما ولد موت الشالح كان سنه كام؟ 65 سنة. بدأ اعتبر انك هتبتدي النهاردة، معلش سهلة دي عندي انا سهلة، بدل ما تعيش 70-80 سنة اخليك تعيش 200. ايوة ايه الصعوبة؟ معاش ادم اسم الله عليه 900 سنة ما عملش حاجة غير نقل الرز الحوة ولا نقل فريك، انا ما عرفش كانوا بيأكلوا ايه، وبعد ما نقل فريك حشل كرومب او مش انا حشل ورق، لا انا ما عرفش بيحبوا ايه، فكان بيعمل ايه 900 سنة؟ فانا اخذها في مش اكتر، حتى اقدس القديسين هم حياتهم تراب مش اكتر، فاولا ما تكبروش، فخوف ربنا على اني اتكبر اهم واهم واهم واكتر من اني انمو بسرعه بسرعه بسرعه، لا في خوف، في حاجه اهم، في كارثه اني اتكبر، ان ابص لنفسي اعتقد ان اللي بينمو ده هو انا. لا يعني مرة سألت القديس تكلة همنوت الحبش، انت طلع لك 6 أجنحة قدام الناس ما تكبرتش؟ الحاجات طبعا اللي انا من 99% ما عدتش احكي بعدين لما بيبقى فيه نفس، لما اطلع برا المية ما انا غرقان ليا نص قرن غرقان، ده انا لو خدت نفسي بس يا ويلي ايه اللي بيتكلم ده، كذا اسقف عايزين يذبحوني، ازاي تلقي الضوء على ان السواح بيجهدوا بخبز مرق؟ طب ما ده الحقيقه يعني، ما ناكلش طرط وانجلش كيك مع انجلش تي في الاير كونديشن، فايه اللي منكد علينا ده؟ فانا مش ملاحق، ضرب 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 ضرب. لكن اللي هيتقال كتير قوي ان كارثة اني اتكبر دي مصيبة عن اني ينمو روح الله فيا، إن روح الله معلش ممكن ربنا يطول عمري، بس الخوف من اني اقع في الوهم ان انا شيء او انا اللي بنمو، فربنا لازم يحافظ على الحق اللي جوايا واتذكره ويخليني متذكره باستمرار، ان هو اللي بينمو جوايا، روح الله اللي جوايا مش انا اللي بنمو. لا، فزي ما ربنا امر الملائكه قال لهم اتركوا الزوان، يعني الزوان اللي حروب الشياطين، حروب الناس وحروب جسدي، ما في امطار معلش ما من مليون حاجه ما اتقالت لناش، في امطار، هبت الرياح، جاءت الانهار، في 3 حروب، الناس اللي هي جرفان النهر اللي بيجرفنا، سقطت الأمطار اللي بيغرقنا، طبيعتي أنا نفسي، هبت الرياح وشياطين، فده زوان. فالملائكة جاية تشيله لهم، لا اوعى تشيلوه، اجعلهما ينميان، اتركهما ينميان معا مع الحنطة. طب ليه يا رب؟ أنا ليه قصد، أنا ليه حكمة، الشياطين بتفكرني كل شوية أشوف ضعفي، الناس مراية ليا، وعشان ما تكبرش، وده أهم، إن أفتكر الحقيقة أتذكرها وتظل نصب أعيني، إن أنا إناء خزفي ولا يمكن أنمو، ما فيش إزجيت مجلش قايت، يعني إزجيت نشت، يعني ما فيش بوسيبيليتي إن أنا أنمو، ما فيش إمكانية نمو التراب، التراب لا ينمو، ده إزجيت نشت، نو واي، إمبوسيبل بكل اللغات، ما ينفعش، يستحيل، الله هو اللي بينمو، ففين مجال الكبرياء؟ فلما الإنسان بينسى فالله بيضطر يتركه، حتى بكل قطمة طمطمايا سمرايا لقمة عيش حلوة، طبعا لازم يعمل كده عشان ويفرق روح الله، عشان يصحى ويفتكر، أولا لازم يبقى مدقق ما يعبدش جسده في أقل شيء، ويفتكر إن هو روح الله اللي بينمو، فلازم يبقى هو الشبع الوحيد الدائم واللذة الوحيدة الدائمة وبكل المجالات وبكل الأبعاد، فالتحفظ الكامل، ما ربنا عمال يقول لي لا، ما أنت دخلت في مرحلة التحفظ الكامل ما ينفعش، التحفظ الكامل ما ينفعش. طب عندي احتقان في زور، أعصر ليمونة في وحط عليها نص كوباية مياه وشربها وأقمعه،
ده كلامي أنا، دي وصيتي، ده القانون اللي سايبه لك يا ابني، أقمع جسدي واستعبده. مش بولس اللي كتب، أنا اللي كتبت كده، ده قانوني. ما قالهاش البابا شنودة ولا البابا دهودوس ولا البابا كيرولوس السادس، ده مش عذر يا ابني، ولا أكلوماندس ولا زي، مش عذر يا ابني، ما فيش عذر لأي حاجة، ده قانوني أنا، أنا عشت، أنا يسوع النصيري أخرجني الروح للبرية. ما قالكش البابا كيرولوس كده، ما أنا 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 الخالق جيت كإنسان وكأنني عايز أن أوصل للكمال، فأخرجني الروح وكأنني بشر، أخرجني الروح للبرية. وأنت مستني حد يقولك بعد ما أنا جيت، أنت مستني حد يقولك حاجة؟ فالمسيح هو اللي روح الله، هو اللي بيتقدم للكمال، لكن أنا تراب، التراب لا بينمو ولا بيتغير. دي مجازيا، قال انمو في معرفة الرب لأن أتقدم لكمال، دي مجازيا، لأن روح الله اللي بيتحد بروحنا، أو الإناء اللي فينا اللي هو الروح، الروح اللي جوه الإنسان اللي ممكن تروح الجحيم، هو بيدخل فيها بس روح الله وبينمو زي ما دخل في العذراء. مش روحي أنا اللي بتنمو، مش روح، الروح الإنسان البشرية هي فقط إناء، لكن روح الله هو اللي بينمو، هي بس بتستقبل روح الله زي ما استقبلت العذراء نمو المسيح اللي فيها، مش أكتر. في موضوع البذرة في بداية السيد المسيح في موعظة على الجبل، لما قال تأملوا ذنبك الحقل كيف تنمو، الموضوع كبير جدا ومش كل الناس أدركت أهميته وأعماقه، مش عمقه. ليه أعماقه؟ لأنه هو الطريق مش مرحلة واحدة، هعمل شيء أبقى قديس أو أبقى صورة الله ومثاله أو أبقى بالخليقة الجديدة بالطبيعة الجديدة، لا، ده طريق، ما كانش ربنا قال طريق وبناء مركب، وزي الفلك إن هو كان مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية، وفي بناء، في مثال أبني عليه أو زيه اللي هو السيد المسيح اللي بيقول الذي فيه كل البناء مركبا لكي ننمو معا. ففي نمو وفي مشي في الطريق وفي مراحل وفي حرب في كل شوية في النص وفي البداية، وكل سفر بيحكي لي الطريق بطريقة مختلفة. وجي في الأناجيل العهد القديم كله زي الأملاح المعدنية، الحديد مهم جدا، الكالسيوم، الفسفور، الفسفات، بعد كده الأناجيل اللي هو زي البروتين اللي بيتكون الجسم، بعد كده رسائل بولس طبعا اللي هي الفيتامينات، الجسم محتاج الكل. أشوف مثال عملي ليسوع النصيري الإنسان، أفهم العهد القديم الرموز، أشوف النقاط على الحروف رسائل بولس الرسول ورسائل يوحنا تكملة ورسائل بطرس ويهوذا. فبدأ شرح الطريق بالفلك، في بناء، أنا ببني حاجة، واحد ماشي كل شوية وهو ماشي بيبني شيء، أو هروب بني إسرائيل بعد كده في خروج، أنا بتحرك كل شوية، بتحرك كل شوية، حروب وبتحرك كل شوية، وفيما أنا بتحرك ببني، في شيء بيتبني، بتغير، أو الجنين في بطن أمه كل شوية بيكبر، لكن هو جوه السجن، فيما هو جوه السجن، فيما البذرة تحت الأرض، فيما أنا لسه ما ظهرتش للنور، فيما أنا محبوس، ما هو ملهوش اسم علم لسه، لكن في شيء بدأ يتكون اللي هو صراع الناموسين اللي هو الطبعتين. فكل مرحلة اللي هو
الأسد الأربع كائنات صوت الله هيبتدي يغير فيا ويفترس الحيوانات اللي فيا. وياريت كانوا قالوا لنا أي حاجة من أي مرحلة. فكل إنجيل كل إنجيل فيه ميلاد، حتى لو مرقس ما فيهوش ميلاد، المهم ليه بداية. كل إنجيل ليه بداية، نقطة بداية ونقطة نهاية. ففي مرقس في نور النجم، آسف، في متى في نور النجم، وفي قيامة اللي هو في حجر بيتشال، ودي قلناها قبل كده. كل ده والبذرة مدفونة بيحصل، يعني هيبتدي تتغير الطبيعة بتاعتها، الكيمياء بتاعتها بتتغير. البذرة كائن ميت، حتة خشب ميت، ما فيهوش جذر جوه كان مستخبي، لا. هي دي اللي يمكن محتاجة نقف عندها. في معجزة عجيبة بتحصل، في معجزة غريبة جدا بتحصل، إن أنا هبدأ أكون مش أنا. نقاط كتيرة محتاجين كان يتوقف عليها شهر كامل. أدي أول نقطة ممكن نقف عليها شهر، لأننا في مشارف قيامة، قيامة للعالم كله، الأجمع والكرة الأرضية، في بداية قيامة فعلا. ده المسيح قايل لي كده، أنا شخصيا مش ليا أنا، قيامة ليا أنا، هو قيامة ليا أنا بس قيامة للعالم أجمع. كورونا وبعديها ضيقات أكتر وأكتر، الناس هتطلب أيام كورونا، تشتهي أيام كورونا. العالم أكررها هيشتهي أيام كورونا. فلازم يجي وقت تمخط، لأنه ملهاش حل تاني، خلاص مفيش حل تاني، مفيش مسيحي تاني. المسيح قال لي كده، مفيش أسقف مسيحي، يعني صورتي، صورتي مسيح، أشوف مسيح تاني يشتم رائحة المسيح، مفيش. فتلك الصورة عينها، لا مفيش عينها، يعني كأني بتعامل مع المسيح. ففهم البذرة هيوضح الموضوع، إن أنا مش ببقى أنا، أنا مش ببقى أنا، بيخرج شخص زي ما المسيح طلع من العذراء، اللي هي رمز للنفس اللي طلع منها المسيح، وهي تلاشت، فنت، إنسان خارجي يفنى. عشان كده بعد القيامة هس بح، ما فيش عذراء، نعمل سيرش عذراء بعد القيامة، ما فيش، فيش ديسابير زيت. فالبداية بيحصل انفلاقة، مش القطعة الخشب بيخرج منها الجذر. النقطة دي ممكن نقف عليها شهرين ثلاثة، بس النعمة بقى اللي تدي النفس، لو أعطي نفس نقف عندها شهر. بيحصل معجزة. العذراء هي إناء خزفي، زي ما قالت لي، أنا بقول لها ليه ما تكبرتيش، أو قديستك لهمنته الحبشي، من الحاجات اللي أنا لما شفته في السماء بقول له أنت طلع من جسمك ستة أجنحة بجد، ما تكبرتش ليه؟ قال لي ما هو مش بتوعي. قلت له ايه مش بتوعي؟ قال لي ما هو مش ده انا، زي ما المسيح اتولد في العذراء، هي مش هي، ده المسيح، فانا هتقبل ليه ده، هو العذراء تتقبل ليه؟ فقال لي الستة اجنحة ده روح الله. قلت له يعني مش الشرافيم حملك زي ما قال لنا الاستاذ في مدرسة الاحد؟ قال لي لا، ده المسيح اللي فيا، انت شفت المسيح اللي فيا، والناس شافت المسيح اللي فيا. فنرجع للبذرة، انا لما ابتدي ادفن واموت بفهم الانفلاقة دي، انجيل مرقس، الانفلاقة دي انجيل مرقس، بداية التغيير. لكن بعد ما انا فهمت، لأني طلبت أني أفهم البداية، أنا أطلب زي السامرية، أو يبقى عندي القبول والرغبة،
حتى أبقى درهم مفقود، أقبل أن ربنا يميل وياخدني كده ويطلع. الناس مش هايل عليها، مش رفضة يميل ربنا وياخدنا ونبقى درهم. الناس عايزة تبقى هي بتقرر، كل واحد في طائفة وكل واحد في نفس الطائفة ليه رأي في حاجات أساسية. ليه أربع أناجيل كل واحد ليه رأي، ليه القيامة كده كل واحد ليه رأي، وكيل الظلم كل واحد ليه رأي. يعني حتى مملكة إبليس المسيح ألف لو 14 ابتدأ جميع الناس برأي واحد، يعني الشياطين ليهم فكر واحد. ودي قالها لي ربنا، أنا صعقت لما لالي، قال لي لكن أنتم ما صارش ليكم فكر واحد. ما علينا، يعني حاجات من الحاجات اللي تخوف، يعني مملكة الشياطين منظمة، لكن احنا يعني لو خدنا على مثال بسيط في درب مقار، نصه هرب العشرين ثلاثين سنة اللي فاتت، نطوا من السور. لو المسيح هو رئيس الدير هينطوا؟ لو لقيوا المسيح جوه الدير ينطوا ليه؟ كانوا حتى بقيوا برأي واحد. يعني فمتى في نور حصل، فهمت الحكاية، فهمت الفكرة، لأن هذا الكنز في أواني خزفية، في كنز الله بيكره عايز يدخل فينا، وأنا هظل إناء خزفي زي العذراء ما اتغيرتش، مش عينيها خضرة بقت زرقة أو شعرها أسود بقى أصفر، لا هي ظلت زي ما هي. المسيح اللي فيها كان هو اللي بينمو، دي أول نقطة. أنا أقبل البشارة في متى، أفهم إن خلقني عشان أبقى عضو فيه، أفهم إن خلقني أبقى مديني راس علشان أقرر أوضع نفسي، يعني أضيع أرفض يكون لي ذات، ما لازم يديني عقل عشان أرفضه، أرفض إن أكون أنا راس نفسي. كل ده بيحصل في متى، عشان كده في القيامة بتاعت متى حصل نور، والحجر اتشال، الختان القلب اللي سألتها الأساقفة زمان، يعني إيه المرحلة دي اللي بينادي بيها في روميا، يعني أعمل إيه؟ ختان القلب بالروح هو ده الختان الحقيقي، يعني الفهم. استفانوس كانوا بيرجموا قال لهم أيها الغير مختونين، الروح والقلب والفهم مش مفتوح عيونكم. ما تشلش الحجر ففين خلاص، فما هو أنا لو مش هقتنع وافهم مش هدفن زي البذرة وانزل وأقول ادفنوني يا ناس ارجموني، أقول ليدي ادفن نفسي، يعني أقول لنفسي أنا ادفني، أقول له يعني حسد التذوق تتكلم وتقول لي ادفني، عناية تقول لي ادفني، أذني تقول لي ادفني. فلما اقتنع واقبل يبتدي العجل بقى اللي هو ابتدي ابقى ذبيحه. ده بيحصل الانفلاقه في مرقص. النقطه دي ممكن نقف عليها فعلا كذا شهر، الفهم الاول والمعجزه العجيبه اللي بتحصل احيا لانا، ان 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 الناموسين يظهروا فجاه واحده، اللي في روميا 7 الصراع اللي شفت القديس بولس في رؤيا زمان قال لي ده المفروض ينادى بيه الرعاه كلهم، المنهج ده الصراع ده اللي بيحصل، اللي ناس لغته كده وقالت لا خلاص احنا اتولدنا من جديد. الولادة ده طريق، وتغيير من ناموس لناموس ده طريق حياة. كل يوم صراع ان انا اثبت نظري نحو أورشليم، أرفض إيديا تتمد تاخد حاجة، أرفض عينيا تبص على واحد ولا واحدة ولا على فيلم ولا عالم ولا على أي شيء غير المسيح، أرفض أتلذذ بشيء تاني غير المسيح، أرفض أشبع بشيء تاني غير المسيح، أرفض أتمتع، لألا هتتفتح عينيا تاني وهبدأ أنقاد من رئيس العالم. أنا بالفعل هأظل لغاية القيامة لوقا منقاد في ناموس آخر في أعضائي، بيحارب ناموس ذهني وبيخليني الشر اللي أنا فهمت أنه شر، ما أنا أدركت أنه شر بفعله. دي النقطة اللي مفروض تصرخ منها العالم وتئن.
تصرخ وإن أنا مش قادر أتحكم في نفسي، عنيا مش قادر. واحد عايز يبص لواحدة، واحد عايز تبص لواحد، واحد عايز يبص على التلفزيون، واحد عايز مش قادر. أنا فاهم إنه غلط، أنا فاهم إن دي عبادة، أنا فاهم إن دي أنا بعبد عنيا، أنا فاهم لكن بعمل كده ليه؟ في قوة، له قانون، ناموس، شخص بيتحكم لسه فيا. موضوع يتوقف عنده شهور، وهنوقف عنده شهور تاني وتالت ورابع. في شخص تاني اللي هو كنت أنا، فربنا بيقول لنا ما تزعلوش. دي حسها وأدركها الناس اللي مشيت الطريق فترة. يعني أنا في اليوم اللي أنا مش قصدي أو مش فعلا اشتهيت حتة طماطماية ولا حتة خيارية أو بصلاية عشان عندي هبوط ولا عندي سخونة، لا أنا مشتهتش، لكن فعلا أول ما بأكل طماطماية بعد 10-20 سنة المسيح اللي فيه الجنين بيكبر قبل ما يحصل قيامة، بلاقي نفسي رجعت بالحالة اللي هي من 25 سنة. أنا قاعد لوحدي، إيه؟ أنا مش قادر أقعد لوحدي، فين أصحابي؟ خلاص، يعني كأنه واحد عنده فقدان ذاكرة ورجع له تاني الناموس التاني. واتصل، وده حقيقة، ده أنا بعترف يعني، واتصل بكم صديق أعرفهم من زمان بيقولوا لي إيه ده فينك؟ واتصل بفلان وعلان. الإناء خزفي بنفس الكيفية من 25 سنة، ما ربنا اختفى فرقني. طبعا بصلي وانام واصحى خلاص برجع تاني، واللي اتصلت بيهم عايز اقول لهم لا، ما الشخص اللي اتصل بيكم امبارح ده شخص النهارده شخص تاني خالص خالص خالص. انا اخاف اركز على النقطه دي، يعني فعلا هو مش انا اللي عملت كده. الناموس روحي اما انا فجسد. انت بتتكلم عن مين؟ محدش قال لنا، اوريجانوس ما شرحلناش، وإكليماندوس ما حدش شرحلنا. الناموس روحي، مين الناموس ده؟ انا اما انا فجسدي. هو انت اتنين؟ لست اعرف ما انا افعله. مين بتتكلم مع مين؟ بيتكلم مع مين؟ لست اعرف. أنا اللي هو اتحدت بفكر المسيح، لست أعرف القديم ده ما يفعله، ما أنا رفضه، رافض الإنسان القديم، فأنا لست أعرف ما هو يفعله. بس هو بولس الرسول قالها بطريقة أدق، ما أنا أفعله، لأنه هو لسه هو. ممكن نقولها بطريقة تانية، لست أعرف ما هو اللي هو عيسو اللي هو الإنسان القديم ما يفعله، لست أفعل ما أنا أريده، بل ما هو الإنسان العتيق يبغضه أنا الإنسان الجديد أفعله. ما هو اتنين تزاحم الولدان في بطنها. ففي اتنين هيظلوا لغاية يوم قيامة لوقا. ففي وقت الصراع في مرقص في جذر بيظهر اللي هو المسيح اللي اتولد. الجذر ده مش طلع من حتة الخشبة الميتة، لا، ده ظهور تجسد المسيح تاني. كل يوم بيتجسد في شخص يبدأ يمشي الطريق، كل يوم في كل شوية مسيح. عشان كده كلنا في الآخر بنكون أعضاء جسد المسيح. ليه؟ الفكرة جت منين؟ من هنا، لأن فعلا هو حتى من المسيح، ودي حتى من المسيح، ودي حتى من المسيح. دي فكرة التناول، بس دي كحياة مش ممارسة طقس. اصنعوا هذا الذكر بيذكرني. لا، دي حقيقي. أم بقراص حتى من المسيح، أم ببولة حتى من المسيح، أم بنفر الساعة، أم ببيجيم ساعة حتى من المسيح، والعذراء يوحنا حتى من المسيح، دانيال، أخنوخ، إليا، أليشا، كل واحد حتى كل واحد مسيح تاني. فكلهم بيكونوا جسم المسيح. محدش قال لنا كده؟ معلش. فالمسيح بيتولد فيا، ده الجذر اللي احنا قلنا موضوع محتاج حد سنة نتكلم فيه الحتة دي. المسيح بيتولد في الوقت ده فيا، وبيستبدل الإنسان العتيق، يفنى، فنش، بح، كل شوية بيبح، بيختفي،
والداخل يتجدد يوم بعد يوم، لكن هيظل موجود العتيق. امتى بيستقوى عليا؟ لما اقطم وبعض اللقمة بيدخلني ويتحكمني فيا الشيطان. محدش قال لنا كده؟ برضو مش عذر، مفيش عذر، انت بلا عذر في اي شيء. كونوا كاملين، فهم الكمال ووصولك ليه ملهوش عذر. فهم الكمال، عدم فهم الكمال وعدم وصولنا ليه مش عذر، انت بلا عذر. فطريق، طريق من قطعة خشب ميتة لشجرة، طريق من شوية أخشاب نعمل فلك، طريق نبني برج، طريق من وانا في مصر في تحت عبودية في الوحل والطين لحرية في 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 كنعان، طريق أرجع جنة عدن تاني، طريق من العدم لوجود المسيح، بدايته ينمو يكبر يكبر ويخرج ويبقى يظهر مسيح تاني على الأرض زي ما كان على الأرض. في لغاية لوقا لغاية إنجيل لوقا وقيامة لوقا ما زال الصراع مستمر، صراع في متى في التفكير، أبدأ ولا ما أبدأش، أدفن ولا ما أدفنش، صراع جوه مرقص فيما أنا بقى قبلت والدفنت والبذرة جوه، والجنين بدأ يتكون في مرقص يحيينا بعد يومين، هتبدأ حياة في اليوم الثاني لأن المسيح الطفل بدأ يولد فيا، الجذر بدأ يخرج للحياة وينتشر، كل ده مرقص عمال ينتشر ينتشر ينتشر، وفي صراع مستمر، تحكم عايز ياخد حقه، رئيس العالم عايز ياخد بيقتحم حقه، عايز حقه ان انا كنت بعبده في يوم من الايام وكنت حتى منه في يوم من الايام، فبنتزع نفسي من العضوية اللي فيه وكينونتي اللي كنت جواه كأني حتى منه، وكنت بحيا وتحرك وأوجد برئيس العالم وبرضى الناس، ليه؟ إن المسيح يتولد فيا لطبيعة تانية، المسيح هو اللي يظهر في حياتي وأنا بتلاشى أتلاشى، أنا ما بقاش أنا، لكن لسه أنا بفكر أنا هعمل مشروع ولا هاكل إيه ملوخية، يبقى أنت موجود، أنا موجود، لأن المسيح لو ظهر في العالم مش هيعمل ملوخية ولا هيفكر في بيزنس ولا مشروع. فالشخص اللي لسه بيفكر في الرز والفريك ويعمل مشروع ده مش المسيح، يبقى ما تحققش الهدف ان يظهر المسيح تاني. لكن لسه انا بفكر انا هعمل مشروع ولا هاكل ايه ملوخية، يبقى انت موجود، انا موجود، لان المسيح لو ظهر في العالم مش هيعمل ملوخية ولا هيفكر في بيزنس ولا مشروع. فالشخص اللي لسه بيفكر في الرز والفريك ويعمل مشروع ده مش المسيح، يبقى ما تحققش الهدف ان يظهر المسيح تاني. لكن لسه انا بفكر انا هعمل مشروع ولا هاكل ايه ملوخيه، يبقى انت موجود، انا موجود، لان المسيح لو ظهر في العالم مش هيعمل ملوخيه ولا هيفكر في بيزنس ولا مشروع. فالشخص اللي لسه بيفكر في الرز والفريك ويعمل مشروع ده مش المسيح، يبقى ما تحققش الهدف ان يظهر المسيح تاني. ما بيتناداش ده في كل الكنائس، ده مش عذر، ولا في الأديرة ولا في وادي النطرون، ده مش عذر.
فهيظل الصراع وكل شوية بيحصل قيامة. فمرقص بعد ما جهدت فترة طويلة بصارع بقاوم 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 بقفل عنيا وبقاوم بدي ظهري للعالم بدي ظهري لسدوم وعمورة وهرب وهرب. صحيح لو غلط معلش بيستقوا عليا وارجع تاني ما الإناء الخزف إناء خزف حتى لغاية آخر يوم معرض. بس الفرق ان المسيح اللي فيا بيكبر بيكبر زي واحد طالع جبل وقع فهو وقع في الحتة اللي هي في العلو اللي هو وصل له. فلما يطلع ما بيضيعش لان المسيح اتكون بالفعل جواه والجذر كبر والمسيح صار لي وجود في هذه الحياة برفضي لوجود القديم بمقاومتي للإنسان العتيق وباستمراري مدفون ومدفون بفهم بالفهم يبنى البيت بالفهم. في ناس عاشت وماتت مش فاهمة الهدف. هي فاهمة تتغفر خطية أعمل خطية تتغفر خطية أعمل خطية تتغفر خطية ونتناول ويتناول وأنت ما بتتناولش أنت يلا ما بتتناولش ما بتناولش إيه هو فين فين في الطريق فين الهدف فين الفلك فين البرج اللي بيتبني فين المسيح نفسه أنت لا بتتناولش ده راهب يعني في الصعيد فين البرج اللي اتبنى فين الفلك فين الطريق فين الهدف فين المسيح اللي مفروض يظهر. أنت بتتكلم عن غفران الخطية وعدم غفران الخطية غفران خطية ومحي الخطية غفران خطية ومحي الخطية وأرجع أخطي وأرجع أعترف وأرجع أخطي وأرجع أعترف أرجع أخطي أرجع أعترف تتشال الخطية أوصل صفر أنزل تحت الصفر أوصل صفر لما أعترف أنزل تاني يوم تحت الصفر أرجع صفر تحت الصفر أطلع صفر أنزل تحت الصفر وأعترف أرجع صفر وبعدين أخطي أنزل تحت الصفر أعترف أرجع صفر واتناول وبعد ما اخطي انزل تحت الصفر لكن اعترف واتناول اوصل للصفر. ده الطريق طريق ايه طريق الصفر. فين المسيح يعني احيا لا انا فين من اضاع نفسه فين الضياع من وجد حياته يضيعها ولكن من اضاعها فين فين ليس احد ترك بيتا او اخوه او اخوات او ابا او اما او امراه مش موجودة دي. انت فاهم غلط. وان كان احد يأتي الي ولا يبغض اباه وامه وامرأته انت فاهم غلط. اودع اهل بيتي يا سيد اودع اهل بيتي زي ما قاله في متى 8 او في لوقا 9 اودع اهل بيتي. قال له ليس احد يضع المحراس وينزل للوراء وراء انا اودع اهل بيتي. ابويا مات هروح ادفنه اتبعني ودع الموتى يدفننا موتاه. ايه ده ده كلام الهنا اللي خلقنا ده كلام الله اللي خلقنا مش فاهمينه نساله مين انشغل وسال احنا انشغلنا ازاي تتعمل الملوخيه لسيدنا والمكرونه البشاميل احسن مكرونه وبطاطس بريه احلى بطاطس وكيك احسن كيك ايه ده ده طريق ده ملكوت ده سما ما هي دي الهرطقة بقى طلعت من هرطقة ده كنت في دير في ألمانيا لما بقول للناس هو في إيه ليكم يوم والتصونات والراهبات والرهبان في إيه سيدنا جاي إيه ده ده طريق ده إنجيل آه ده الهرطقة لهم هرطقة هرطقة إيه ده بيقول كما في السماء كذلك على الأرض. هو في السماء يحصل كل ده لا أنت فاهم الدين غلط ده راهب كبير فوق السبعينات يعني فاهم الدين غلط والتائهين في البراري ده حاجة تاني اللي في البراري فين سيدنا في حياتهم والمسيح فين الملكوت فبعد جهاد في مرقص فترة طويلة والجزر عمال ينزل بيحصل القيامة اللي بتطلع البذرة دي بقى وتطلع على وش الأرض وتظهر ده نهاية مرقص وبداية الشاب بعد كده لوقا خلاص بيطلع الطفل من بطن أمه بيكون كيان المسيح اتولد وقف بهم رجلان اتولد
أنا بجهادي والمسيح هو اللي واقف جنبي. ما أنا تعبت وجهدت وهيكللني هيقول لي جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان وحربت الحروب والمسيح واقف جنبي. وفي تكملة بعد كده ندخل في يوحنا بقى العلو. ظهر مسيح تاني على الأرض وده نهاية لوقا بعد ما تأسس على الأرض سنين طويلة بعد ما فنى وقومت وقومت وحربت وقومت وحربت واستمرت أحارب وقاوم وحارب وقاوم سنين يوم بعد يوم. إنسان الخارجي يفنى فينش يعني بح أنا مش أنا أنا القديم مش أنا مفيش مات تلاشى فينشت مش مات. فين البذرة؟ البذرة دفناها. فين البذرة؟ مفيش بذرة. طب نفتح نفحت كده في الأرض نشوف إيه؟ مفيش بذرة. في جزر في شجرة ظهرت. فين البذرة؟ مفيش بذرة. لما نشوف أي شجرة نحفر كده في الأرض ندور على البذرة ما هو فيش بذرة لم تعد بذرة. مال أمال فين أشرف ولا سامي ولا هاني ولا كرورس ولا آدم ولا فين هم فين راح فين نادية وفادية وفين فين منال وأمان هم راحوا فين فيش مفيش. أنا سيمون وإيلاريا وماكسيموس ودمديوس أنا قراز بجيمي نفر راحوا فين فيش فنوا قبلوا الفناء اللي هو شرط ظهور ونمو ووجود وتكرار المسيح تاني على الأرض. لكن لسه أنا بفكر أنا هعمل مشروع ولا هاكل إيه ملوخية يبقى أنت موجود. أنا موجود لأن المسيح لو ظهر في العالم مش هيعمل ملوخية ولا هيفكر في بيزنس ولا مشروع. فالشخص اللي لسه بيفكر في الرز والفريك ويعمل مشروع ده مش المسيح. يبقى ما تحققش الهدف إن يظهر المسيح تاني. امتى هندخل عهد جديد؟ امتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وامتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان يقوم؟ امتى هنقوم؟ وامتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟